اللي ينزل الملعب لازم يكون حريف، وانتوا جيتوا في ملعبنا، بنقف في ظهر بعض، ووقت الجد هتلاقينا 2-1. لو خدنا ضربة حرة أكيد هنجيب فيه الجون، علشان دايماً الستات بتلعبها صح. ملناش كتالوج، بس معانا كتالوج الرجالة وكشفين كل الألعاب. ولو فاكريننا هنظلمكم، بيننا وبينكم الفار، أصل طول عمرنا ستات حريفة. الحريفة قريباً على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.